قدم خطوة بخطوة داخل أرض المعارض. هني المرحلة الأولى، مجموعة من الأطباء يلتقون في المقيمين، يأخذون منهم بعض المعلومات عشان يفرزونهم فرز أولي. المرحلة الأولى تكون المرحلة الثانية. المرحلة هذه مرحلة فحص درجة الحرارة. بعد الفحص المبدئي مباشرة لو وجد أي أعراض أو أي اشتباه مباشرة راح يأخذونه ويدخلونه بخط سير الوحدة لغاية ما يروح إلى غرف العزل. لو ما اكتشفوا في أعراض فيجلس على كراسي الانتظار هذه بشكل منظم، وفي مسافة ما بين كل كرسي وكرسي تقريبا حوالي مترين. القاعة هذه فيها أكثر من 1500 كرسي. هذه الكراسي اللي تشوفونها فاضية تو قاموا منها بعض المراجعين، ما راح يقدون فيها اللي بعدهم إلا بعد ما يتم تعقيمها. الحين يجي واحد ورشها بالكامل ويعقمها. بعدها ينتقلون إلى مرحلة تسجيل البيانات. في المكان هذا أكثر من 24 موظف وكمبيوتر على استعداد أخذ بيانات والتسجيل والهستري كامل لكل مرحلة. يكون من خلال الخطوط الأرضية هذه ينتظرون هني المنظمين لمرحلة دخول الفحص. التنظيم هذا قاعد ينتج أكثر من 600 فحص بالساعة الواحدة. لاحظوا حتى العلامات هذه، كل علامة معناتها أن الدكتور مستعد يستقبل. شوف، لاحظوا البطاقات الحمر هذه للتنظيم. كل دكتور يحتاج شخص جديد يفحصه يرفع العلامة هذه. كل دكتور له طاولتين، مجرد ما يخلص من الطاولة هذه تكون الطاولة الثانية معقمة، ينتقل لها ويتم تعقيم الطاولة هذه بالشكل هذا.